السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز بالشعرية. طبعا هو طريقته سهلة جدا وكلنا بنعرف نعمله، بس انا بضيف عليه اضافات بصراحة بتخلي طعمه حلو قوي. انا جربته بكذا حاجة، دي اكتر وصفة عجبتني وطريقتها حلوة ومضمونة وبتدي طعم وريحة حلوة قوي. فعندنا رز وعندنا شعرية، الكميات اللي انتوا عايزينها. طبعا الحاجة بقى اللي انا بحطها بتفرق معايا في الطعم، بحط رشة فلفل اسمر، مش كتير يعني، هي رشة بس تديله ريحة وتديله طعم خفيف، وحبهان وورق لورا، حبهان سليم مش مطحون، وماجي، بحيقه بالماجي، ما بحطش ملح خالص، بحط بقى واحدة اتنين تلاتة على حسب كمية الرز اللي انت هتعمليها. فيلا بينا نعمله مع بعض. بصوا انا عندي هنا زيت اهو، زيت على سمنه، سخنتهم كويس قوي. كل ما تسخني الزيت كل ما الشعريه ما تاخدش معاكي وقت على النار. انا حاطه هنا شعريه كتير، بصراحه احنا بنحب الشعريه كتير اكتر من الرز بكتير. هنقلب كده، بصي هتلاقيها دقيقه واتحمرت معاكي. وانت بتحطي الزيت والسمنه كتري شويه، اعملي حساب الرز لما تحطي الزيت قليل قوي الرز بيعجن، لكن لما بتحطي الكميه زياده شويه بيبقى الرز معاكي مفلفل وحلو. بصي كده قلبه كويس فيها طول ما انتوا واقفين، عشان ما تبقاش واحده لون وواحده لون كده، ما تسيبوهاش خالص على النار، هتبقى واحده لون وواحده لون وهيبقى شكل مش حلو. شايفين اهي كده الطريقة دي. بصوا اول ما يبقى لونه ذهبي كده هحط بقى الرز بتاعي، عشان انا لسه هكمل تقليب تاني شوية. بصوا الشعرية اكتر من الرز، طبعا انا بحبه كده، انتوا حطوا بقى يعني الكميات اللي انتوا عايزينها. هنقلب بقى شوية لغاية لما الرز يتشمع شوية مني، يتشمع شوية كده. بصوا كده الرز بتاعي سخن واتشمع بطريقة كويسة، هحط بقى البهارات بتاعتي، ورقة لورا واتنين حبهان والفلفل الاسمر. انا مش هقلبهم معايا، انا مش عايزاه طعمهم يبقى طاغي. وهحط مرقه الدجاج، انا دوبتها هنا في ميه دافيه عشان ما تكلكعش مني وتخلي الرز حته حادقه وحته حيه. هحطها كده وهحط ميه سخنه. بالطريقه دي الميه، انا بحط الميه اعلى من الرز بعقله واحده من صباعي، عقله واحده كده، ما تزوديش اكتر من كده. لقيتي الرز بتاعك بعد ما اتشرب لقيتيه لسه ني شويه، زودي شويه ميه صغيرين دافيه، زودي شويه صغيره، لان في رز بياخد ميه كتير وفي رز لا. فانا هنا سقيته، انا عارفه الرز بتاعي بياخد ميه قد ايه، اعلى من الرز بعقله واحده. تمام كده، هنسيبه على نار عالية لغاية لما يشرب. أول ما يشرب هوطي عليه النار ومش مش هاجي ناحيته. بصوا الرز بتاعي كده اتشرب، هنقلبه تقليبة واحدة بس. بصوا كده كده بس، انا وتوطي عليه النار اول ما يتشرب، تروحي مدياه تقليبه بسيطه وتروحي موطيه النار وتسيبيه بقى يكمل سواه مع نفسه، ما تعريش عليه الغطا تاني. احنا بنقلبه بس عشان لو في شويه ميه تحت ما يسويش اللي تحت واللي فوق، لا، فهي تقليبه واحده ونسيبه يكمل.
ده الرز بتاعنا بعد ما خلص. يا رب تكون الطريقة سهلة وتكونوا استفدتوا حاجة من الفيديو ده، لأن أغلبيتكم بيعرف طبعا يعمل الرز اللي بالشعرية، مش حاجة صعبة، بس أنا قلت للبنات يعني ما بتعرفش تطبخ اللي لسه جداد. أنا أول ما اتجوزت كان بيبوظ مني، كان بيعجن، كانت الشعرية بتتحرق، أو واحدة تبقى غامقة وواحدة تبقى فاتحة. فطبعا أنا خلاص يعني بقيت دلوقتي بعرف أعمله كويس، وبقى يطلع حلو معايا وريحته حلوة وطعمه حلو. مع الخبرة طبعا ومع الاستشارات عرفت بيتعمل ازاي، زي ما يعجنش مني. زي ما اتفقنا كده، المية تبقى يا دوبك أعلى من الرز بعقلة واحدة من صباعك بس. غير كده لو نوع رز بس ما بياخدش بياخد مية كتير، بتزودي شوية صغيرين بشوية صغيرين، ما تزوديش كتير مرة واحدة، زودي مرة مرة شوية شوية. دي حاجة. تاني حاجة، التوابل اللي حطيناها بتفرق قوي في طعمه بصراحة والله. جربوه يا جماعة بالطريقة دي، هيعجبكم والله يعني جدا. اتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم وتكونوا فعلا استفدتوا. لو استفدتي من الفيديو اعملي لايك واعملي اشتراك للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وبصوا شكله عامل ازاي، بصوا مفلفل ازاي، بصي بصي كل رزاية لوحدها. بصي اتمنى يكون الفيديو سهل بالنسبه لكم. او في حاجه نسيت اقولها وانا بعمل الرز، لو انت الرز بتاعك نظيف، متاكده ان هو نظيف، ما تغسليهوش، حطيه على طول على الشعريه من غير غسيل، بيفرق في الرز وبيخليه يطلع مفلفل بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وبيخلي طعمه حلو. لكن لو انت مش متاكده، يا دوبك هي شطفه بسيطه، يعني ما تقعديش تغسلي فيه جامد جامد جامد، لا هي شطفه بسيطه، تنزلي مثلا اي حاجه انت شاكه فيها وخلاص على كده. غير كده هيطلع معاكم حلو ان شاء الله. وجربوه ويا رب تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله.